الاهلي 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 اعظم فريق في الكون، ملك الفرقنا الحمرا احسن واجمل لون، ملك الفرقنا الحمرا احسن واجمل لون، احسن واجمل لون. من ابويا الجد العمي شجعنا الاهلي كتير، ده الاهلي بيجري في دمي اصلي كبير كبير، الاهلي بيجري في دمي اصلي كبير كبير، اصلي كبير كبير. الاهلي ملك الكرة غالي عندي يا ناس واهم، عايش في روحي وقلبي وبيجري زي الدم، عايش في روحي وقلبي وبيجري زي الدم، بيجري زي الدم. الاهلي مية مية وفي قلبي ليه مكان، وبحب الاهلاوية وحبايبي من زمان، بحب الاهلاوية وحبايبي من زمان، حبايبي من زمان. الاهلي تاريخ وقيمة، الاهلي نادي البطولات، ما بيعرفش الهزيمة ويعوض اللي فات، ما بيعرفش الهزيمة ويعوض اللي فات، ويعوض اللي فات. الناس بتحب الاهلي نادي الالفية البارع، ده الاهلي لما بيلعب ما بشوفش واحد في الشارع، لما يلعب ما بشوفش واحد في الشارع، ما بشوفش واحد في الشارع. يا رب خلي الاهلي واللعب اللي باحساس، الاهلي حبيبي الكل بيجمع كل الناس، الاهلي حبيبي الكل بيجمع كل الناس، بيجمع كل الناس. الفنانين الشعبي ليهم جمهور كتير، بيحبوا النادي الاهلي علشان الاهلي كبير، يحبوا النادي الاهلي علشان الاهلي كبير، علشان طول عمره كبير. كابتن والله العظيم كابتن اسد، اقسم بالله يا طارق والله العظيم انت خلصت، انا خلصت فيك كل الكلام والله، بحبك والله العظيم. اسد اسد مصر واسد افريقيا، والله العظيم عشان اسد مصر اسد افريقيا. الميداليه بتاعت محمود كهربا مخصوص. بيتكلم عليك بعد الماتش بتاع الاهلي، بقول لك لما اروح. لا ده هو اصلا ايه،
مبروك يا طاهر. لا جماعه عايزين نخلص، عايزين نخلص عشان نطلع فوق نتفرج بقى واحنا واقفين. وانت كنت رجاله لما تصدقوا انتوا لعيبه جامده، بتقولوا لعيبه جامده. ربنا يخليك يا لولو والله. الناوي نبع عليه برضه زي ما نديت. اه كله من كله من بتاع يا جماعه. نطلع بيها فوق. يا خلاص.